الأهلي يتفادى مفاجآت الكأس ويهزم مصر المقاصة بهدف رامي ربيعة وتأهل لدور الثمانية لمقابلة المقاولين العرب في كأس مصر. كابتن علاء، الهدف تحقق النهاردة. بس الحمد لله يعني. الهدف تحقق. هو الهدف بس تحقق الحمد لله، تأهلت وهتقابل المقاولين. بس يعني عارف لو تسكت يعني مش أكتر من كده. يعني المباراة ما فيهاش حاجة تقال خالص يعني، ما فيش حاجة تقال في المباراة. لكن هي دي مباراه الكاس على فكره، بتحصل ممكن مفاجآت، ممكن تحصل المباراه زي النهارده كده، مش هتلاقي فيها فنيات كتير، لو حاولت تعمل اي حاجه مش هتلاقي فنيات خالص النهارده. لكن في الاخر انت بتبص للتاهل، التاهل الحمد لله تاهلت. لكن الناس كلها كانت موسمه انت تتاهل بشكل مقنع بفرق الامكانيات الكبير قوي اللي بينك وبين الفريق المقصى، اللي حاول طبعا على قد امكانياته المحدوده جدا جدا جدا، هو بس كان بيحاول بيقطع كوره، بيعمل كوره طويله. على الجانب الاخر انت افتقدت حاجات كتير جدا النهارده، ممكن اسامه كان اتكلم منه شوطين اللي هي تأهلك الفوز، بس فوز من بدري، فوز مريح، ومباراه كنت ممكن تسهلها على نفسك تماما تماما من غير اي مجهود والشد العصبي، انك توصل للدقيقه 89 وتكسب المباراه بضربه جزاء. يعني احداث كتير قوي يا ايمن انت كنت ممكن تتفاداها لو كنت بدات صح، شخصيتك بالنزعة اللي عندك، بالحمية اللي عندك، بالضغط كويس، بالشكل كويس، تلاعب فريق المخصص صح من الأول. لكن انت ما عرفش، هل سلسلت المباراة فقلت هكسب، فبدأ الوقت يعدي منك، ودي في كرة القدم حاجة سيئة جدا. استسهالك للمباراة وتقول انا هجيب جول في اي وقت، دي حاجة سيئة جدا. قصدك على اللعيبة طبعا. طبعا. لانك في لحظه لقيت نفسك في الدقيقه 89 بالظبط، يعني تخيل انت بدات في الدقيقه 1 فبدات ها الشوط عدى، هجيب الشوط الثاني، الشوط الثاني 89 ضربه الجزاء جايه في الدقيقه 89. ف يعني تتعلم النهارده. الحمد لله عديت، لكن اتعلم النهارده في اخطاء كتير قوي لازم تتصلح، لازم تعرف ان مباراتك الكويس مختلفه تماما عن ماتشات الدوري، لازم المباريات زي دي او الفرقه الاقل منك مع احترام الكامل للمخصة لازم تحسمها، لازم الفروقات تبان يا ايمن. والفرق بيبان بينه وبين الفريق المنافس في ايه؟ ما يكون اقل مني في النتيجه يعني. انا لما اطلع النهارده كسبان 4-5 ده طبيعي يعني، مش هنطلع نهلل، لان الحمد لله دي الفروقات الطبيعيه اللي بينك وبين فريق زي النهارده المخصة. فريق هبط رسميا خلاص، والفروقات كتير قوي بينك يعني جماعيا وفرديا وكل حاجه، ومستوى الخطط وكل حاجه والامكانيات والروح والرغبه. انت بتلعب على كاس، انت ما بتلعبش على ماتش النهارده عشان تكسب النهارده. انت بتلعب عشان ان شاء الله توصل للمباراه النهائيه. انما هو النهارده بيقدم مباراه ضد النادي الاهلي تمشي زي ما تمشي، لكن هو لقاها ماشيه وبدا يطمع وبدا يحسب لها ان هو يخش على اكسترا تايم بعد الدقيقه داخل على 89. فيقول لك طب ما انا ممكن العب معاه اوصل الاكسترا تايم، واضيع برضو اكسترا تايم زي ما حصل الشوط الاول والثاني، والعب ضربات ترجيحيه وانت وحظك في الاخر. هيتقال انت وحظك، هو ده السيناريو اللي اترسم ممكن بين اللعيبه، ممكن ما بين المدير الفني، لكن انت ما ينفعش توصل للمرحله دي. المرحله دي بالنسبه لك انت غلط، خطا ان انت تبدا تفكر انك عايز تجيب هدف، والهدف يجي بضربه جزاء، وبتبدا تضغط وبتبدا تلعب كور طويله يعني عاديه جدا متشافه بمعنى اصح. طب انت وصلت نفسك ليه كده؟ انت المفروض من بدايه المباراه تخلص المباراه بدري. كل التغييرات اللي حصلت دي كانت المفروض تغييرات كده بتريح ناس، بتدي ناس وقت يعني تسير المباراه زي ما انت عايز. لكن في الاخر ماشي، درس اتعلمناه الحمد لله تاهلنا، لكن لازم في حاجات كتير قوي تتحسن. هو ده الحاجه يعني الحاجه الحلوه يا ايمن النهارده في ال 95 دقيقه اتلعبت النهارده، هو ده. انت الحمد لله تاهلت بس، وتسكت ما تتكلمش. تتكلم على انت ليه وصلت لكده، ولازم في تحسن لناس كتير قوي احسن من كده بكتير. لازم يبان الفروقات، لازم تعرف انك بتلعب شخصيه واسم النادي الاهلي. هو ده اللي انت عامله.